الإزاز حتى نلون الإزاز ويصير نستفيد من لمعة الإزاز باللون المطلوب. حتى صحيح. فيك تستعمليه بعدة ألوان، فيك تعملي رسمة فيه أو فيك تعملي لون واحد. إذا بينرش على الجهة الخلفية للإزاز تنقدر نضل نحافظ على لمعية الإزاز من الجهة الأمامية. مزبوط. إذا بدنا نقول هيك بصير مرات احنا عم نلبس حيطان المدخل أو بأوضة السفرة أو بأي محل بالبيت، محل البويا فيري براكتيكال هي البرودكت، لأنه بتعطيك لمعة ومنظر حلو باللون المطلوب وبصير تنظيفه وصيانته أهين بكثير من البويا وبعيش عمر، يعني ما بيصير له شيء. مع العلم انه في اوقات بتقدر تدخل تقنيه الحفر مع تقنيه الباك بينتينج مثل ما سبق وشفنا بمصادر، يعني اغلب الاصناف اللي عم نحكي عليها كلها فيك تستعملي كل الاصناف مع بعضها، يعني زيت الازازه فيها تكون محفوره ومعموله مع ماشي لامينيتد، وفيك يمكن ترجع تدهني من وراء لون لحتى تركبيها على الحيط او على محل معين، هيك بكون استعملت كل الطرق بقطعه واحده. الشغله كثير متحركه وكثير صحيح، وحتى يمكن كمان نعطيها رونق خاص جدا. مزبوط. وكمان مثل ما سبق وقلنا نطلق العنان لافكارنا اكثر واكثر. انا بتشكرك مسيو خوري على حديثك القيم معنا، وبدنا نشوفك كمان الله راد بحلقه بكره. وعدناكم امبارح فقرة ديزاين رح تسلط الأضواء أكثر وأكثر على مادة الزجاج والطرق الفنية والحديثة يلي عم نلجأ لها حتى نطلع قطع فريدة من نوعها ونفتح مجال أكثر لحالنا نقدر نزين بيوتنا وزوايانا بطرق مختلفة وبطرق مبتكرة طبعا. لهالشي كمان رح نرجع نستضيف اليوم مسيو جوزيف خوري تيساعدنا أكثر بهالمضمار هيدا. صباح الخير مسيو خوري. مثل ما كنا حكينا امبارح عن تقنيات مختلفة وعديدة خاصة بتصنيع الزجاج إذا بدنا نقول، ولكن طبعا مثل ما سبق وقلنا التصنيع بطرق فنية. اليوم بدنا نحكي عن تقنية كلنا بنعرفها ويمكن منا حديثة أبدا، ولكن طرق عليها طرق حديثة حتى نعالجها، هي الفيتراي. شو فيك تخبرنا أكثر عن قصة الفيتراي؟ الفيتراي شغلة كثير حلوة وقديمة كثير، عمرها أكثر من 500 سنة. هي التكنيك الفيتراي هي كناية عن زاز ملون بيجي مصبوب، غالبا بيكون مصنوع بأوروبا، بيجي مصبوب وبنرجع نحن منفصله لقطع. أول شيء نحن إذا بدك بنرسم الرسمة وبنلونها على الورق لأنه بدنا جايد لاين لنقدر
نشوف الرسمة وننفذها. صحيح. فالزبون بيشوفها مرسومة ملونة على ورق، بعدين بننقي ألوان الإزاز لأنه من كل لون في عدة أصناف إزاز. الأزرق مثلا في منه يمكن 10 أو 12 لون، كل واحد التكتشر تبع الإزاز بيكون مختلف. فهالتعدد الألوان بيساعدنا لحتى نعمل تابلو بالإزاز كامل يطلع حلو متناسق ألوانه. فمن بعد ما الزبون نقدر نحن نوضع له الرسمة ونتعاون نحن وياه